من الناحية القانونية آخر ما يمكن أن يتحدث عنه هو القانون، لأنه تم الدوث على القانون في هذا الملف. الملف أخذ حكما نهائيا حائزا لقوة المقدمية 94، من بعده جاء مقرر تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، فتحت مساطر أخرى في 2011 وفي 2012، يعني كان مآلها يا إما الحفظ يا إما عدم المتابعة، وهناك عنصر التقادم. يعني الرأي العام والقانونيين والفقهاء كلهم مجمعون على أن لا يجب من ناحية القانونية ومن حيث المحاكمة العادلة، لا يمكن أن يحاكم الشخص مرتين على نفس الجريمة تحميل نفس الأوصاف. إذا كل شيء يتحدث على أن هذا الملف يعالج خارج القانون وخارج مسطرات القانون الجنائي، وبالتالي هي محاكمة سياسية بامتياز. السؤال المطروح علما أن الكل يعلم هذا الأمر، هذا من يريد أن يدخل البلد في وضعية الاستقرار؟ هذا هو السؤال، لأن جميع الكتابات التي تدعي هناك مكنة لفتح المسطرة من جديد، هم يعلمون أن هذه المكنة متعدلة ومنعدمة قانونيا ومستحيلة. إذن لماذا يتم لي أعناق النصوص القانونية من أجل ترسيخ وضع وواقع غير قانوني، فضلا عن كون أن عبد الله حميد الدين بريء ونتمنى ما نوصلش هذا المستوى، لأن فعلا خاص المسألة تحكم في الجلسة الأولى، فضلا عن كون أن عبد الله حميد بريء فتح المسطرة من جديد هو خارق سافر للمواثيق الدولية للدستور لقانون المسطرة الجنائية. خاص هذا الأمر يتحسم، ما خصناش ندخلوا بالبلاد في وضعية العابث القانوني، نحن ندخلوا مرحلة العابث القانوني الذي يجب أن يوضع لها حد حتى لا يكون المواطن عرضة لمتابعة وهمية. تصوروا معايا شي ملف تسد 50 سنة، هذه يجي واحد يقول لك لا راه ممكن نفتحوا بالأمر أخرى. الأمن القضائي ما بقاش، إن عدم الأمن القضائي مع هذه البدعة الجديدة التي سوف نفتحوها الآن، المواطن لم يعد آمنا، ولم تعد للقوانين الحائزة لقوة الشيء المقدمي غير ما عندها أي قيمة قانونية في هذه النازلة. هذه خاص الأمر يتحسم اليوم قبل غدا، وشكرا. لأن مجموعة من الزملاء اللي تنصبوا اليوم لا من الطرف الآخر لا من الطرف ديالنا حنا، وبالتالي لابد أنهم خصهم يطلعوا على الملف وياخذوا فرصة باش يطلعوا ويعدوا المرافعات ديالهم. هادشي اللي كاين.